الجزء بتاع الباي باس زي ما كنت بقول كده هو بيدايفرت الدياليزيت دايركتلي تو ذا درين اواي فروم ذا دايلايزر تو افويد اكسبوجر اوف بيشنت بلاد تو انسيف دايليزيت. يعني انا دلوقتي مهمتي في الجزء بتاع الباي باس سيستم دوت ان انا باخد الدايليزيت اللي هو اللي جاي دوت ما بعدهوش خالص على الجزء اللي فيه الدايلايزر، لا بخليه يمشي من بره بره كده على طول على الدرين مباشره. اوكي، فده مهم جدا علشان ان انا افويد الهاي واللو كوندكتيفيتي كونديشنز او الهاي واللو بي اتش. لو انا حاطط بي اتش مونيتور اللي هما الاثنين برضو نفس المشكله بتعنيني برضو في مشكله في الكونسنتريشنز موجوده عندي، او هاي واللو تمبرتشرز. اوكي، فدول على طول ان هما وانس ان هما ديتكتد بيخلوا الباي باس ده يبقى ديتكتد. او لو انا بعمل المكنه بتاعتي بشغلها في حاجه بسميها رينس مود. رينس مود ده انا ممكن الاول اكني بعمل شطف كده للمكنه بحيث ان انا بنضفها قبل ما ابتدي اعمل بعد كده ايه هيموداليسيس. فالنقطه ان انا او بعمل مثلا كليني او بعمل ديس انفكشن زي ما كنت بتكلم قبل كده. فالنقطه ان انا في الرينس مود دوت بعمل باي باس عشان برضو ان انا يعني ممكن ان انا اوفررايد الباي باس في الجزء دوت عشان بس نقدر ان احنا مثلا نعمل كليننج للجزء دوت. اوكي، فساعتها ممكن نمشي حاجه لو احنا بنعمل مثلا بنمشي الاول ميه مثلا هنا عشان بس مجرد نتاكد ان الباث دوت يعني رينست اوكي او حصل له يعني شطف كده، يبقى معنى كده ان انا ممكن ان انا باي باس الايه الجزء دوت. يعني ما ببصش خالص على المونيتورز اللي عندي وبخلي الميه تمشي في ايه في كامل الدايليزيت سيركتس. نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي ان الرينس مود ده should never be activated while the patient is on dialysis. يعني ما ينفعش ان انا احط الكلام ده ابدا وفي عندي بيشنت راكب على المكنه اوكي او واصل بالمكنه. اوكي، فبيسكلي احنا لو احنا على رينس مود في مكنه يعني من المكنه اللي هو الحديث شويه بيبقى على طول هو اوتوماتيكلي ما بيخليش البلاد بامب تشتغل، يعني ما بيوصلش بلاد للدايلايزر لغايه لما انا اخرج من الرينس مود دوت. اوكي، بس برضو زي ما بقول برضو اهم حاجه في حاجه زي كده ان احنا نبقى احنا الهيومن يعني اوبزرفرز اللي حوالين المكنه او الهيومن اوبريتورز هم اللي بياخدين بالهم من حاجات زي كده، لان هم الاوبزرفيشن بتاعهم والسيرفيلانس بتاعهم للاوبريشن بتاع المكنه اهم بكتير جدا من السيفتي ميجرز بتاعه المكنه نفسها.